الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اختلف القراء رحمهم الله تعالى في الفعل تظلمون آخر هذه الآية، فقرأه ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بالغيب يظلمون، وقرأه باقي العشرة بتاء الخطاب. ولهذه الآية نظير قبلها في سورة النساء، وهو قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقراءة الغيب فيها محل اتفاق بين القراء، ولذلك لم يتعلق بها خلاف في الوقف. أما الآية المعنون بها في هذا المسمع فقراءة الغيبة فيها مردها إلى قول الله سبحانه: والآخرة خير لمن اتقى، أو قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وقراءة الخطاب في الفعل تابعة لأحد خطابين، هما قول الله سبحانه: قل متاع الدنيا قليل، وقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت، أو هي التفات إلى المخاطبين بخبر أولئك الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وهذا الخلاف في القراءتين ذكره ابن غلبون والهمذاني رحمهما الله. قال ابن غلبون: فمن قرأ بالياء لم يبتدئ به، لأنه عائد إلى ما تقدمه من لفظ الخبر في قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فهو متعلق به. ومن قرأ بالتاء فله تقديران: أحدهما أن يرده إلى الخطاب الذي تقدمه في قوله: قل متاع الدنيا قليل، فعلى هذه الآية لا يبتدأ به لأنه متعلق بما قبله. والآخر أن يرده على ما بعده من لفظ الخطاب، وهو قوله: أينما تكونوا يدرككم الموت، فعلى هذا يبتدأ به لأنه مستأنف. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الهمذاني فجعل الوقف حسنا على القراءتين، وهو عنده يتقوى في قراءة الغيب ولا يظلمون فتيلا. والذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو ما ذهب إليه أكثر العلماء في هذه الآية من الوقف عند قول الله سبحانه: قل متاع الدنيا قليل، ثم تستأنف القراءة بعد ذلك إلى خاتمة الآية دون تفريق بين القراءتين، وذلك لاعتراض هذه الجملة بين خبرين، وهما قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم، وقوله سبحانه: ولا تظلمون فتيلا. ولا يشكل على ذلك أن الجملة التالية لمحل الوقف، وهي قوله سبحانه: والآخرة خير لمن اتقى، معطوفة على الجملة الأولى وهي قوله: قل متاع الدنيا قليل. فالوقف بين هاتين الجملتين أنسب وإن عطفت الثانية على الأولى، بل هو مستحسن لما يترتب عليه من الفصل بين وصفي الدارين المتضادتين، أعني فناء متاع الدنيا ودوام نعيم الآخرة، كما أشار إلى ذلك السجاوندي رحمه الله. وهذا النوع من الاستحسان طلبا لبعض المعاني التي لا تطرد مما حرص عليه السجاوندي رحمه الله. ومن جميل ما اختاره عند آية وقالوا اتخذ الله ولدا قوله رحمه الله: وإن جاز الابتداء بقوله سبحانه فإنه يوصل بقولهم ردا لهم وتعجيلا للتنزيه،
والله تعالى أعلم.